الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. عما بعد يا أحباب، حصة تفاعلية مع سورة الغاشية من الآية الأولى حتى الآية السابعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ اخذ لسانك في الساء. هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ قل كده. هل أتاك حديث الغاشية؟ سن. أنت لسه راح تدور؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ 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 وجوه يومئذ خاشعة. نحن محتاجين بري أقلام الآن. اجلس مكانك انت وهو. خلي بالك، دخل التنوين في الياء، ادغام بغنة. وجوه يومئذ خاشعة. إذن خاشعة، هنا إظهار، لا أقف على التنوين. إذن خاشعة. وجوه يومئذ خاشعة. فخم الخاء. خاشعة. خاشعة. وجوه يومئذ خاشعة. وجوه طلع قرآنك يا عم ركان. وجوه يومئذ خاشعة. اسمع عزام. وجوه خاشعة. 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 أسمع عبد الله. وجوه يومئذ خاشعة. أحسن. وجوه يومئذ خاشعة. أحسن. أحسنتم. إبراهيم. ما هو انت اللي في ايدك ده، اللي في ايدك ده استحالة يخليك تركز. وجوه يومئذ خاشعة. وجوه يومئذ خاشعة. يلا ركان. وجوه يومئذ خاشعة. اسمع ركان. خاشعة. خاشعة. عاملة ناصبة. اخفاء التنوين. عاملة ناصبة. عاملة ناصبة. عاملة ناصبة. عاملة ناصبة. عاملة ناصبة. هنا يتحدث الله عن يوم القيامة، الغاشية، العذاب الذي سيخشى الناس. وجوه يومئذ خاشعة، منكسرة، ذليلة، عاملة ناصبة، متعبة، مجهدة بسبب ذنوبها وبسبب معاصيها في الدنيا. تصلى نارا حامية. تصلى نارا حامية. تصلى نارا حامية. تصلى نارا حامية. هؤلاء هم المؤمنون أم الكفار؟ الكفار. تصلى نارا حامية. ما معنى حامية؟ ما معنى حامية؟ ما معنى حامية؟
شديدة. شديدة الحرارة. شديدة الحرارة. تصلى نارا حامية. تصلى نارا حامية. تسقى من عين آنية. يعني ايه تسقى من عين آنية؟ حد فيهم حاجة؟ ها اللي يقول هياخد جايزة. يعني يطلع نار. لا. لا. ها. لا. اسمع اسمع حمزة بيقول ايه؟ تشرب من عين نار. عين آنية يعني عين فيها ماء يغلي، والعين هذه مياه تتفجر من باطن الأرض. ما هو عينك يعني؟ لا، عينه ماء زي البئر اللي بنشرب منه الماء، ولكن هناك آنية يعني شديدة الحرارة، ماء ساخن كله حامي، نار حامية وماء حامي وزيت بيغلي، فاهمين؟ تسقى من عين آنية. تسقى من عين آنية. تسقى. عبد الله ركز معايا يا عبد الله، سيب اللعب الوقت، سيب اللي في ايدك، سيبه الوقت. طيب سيبها الوقت وبعدين صلحها في البيت يا سيدي. تسقى من عين آنية. تسقى من عين آنية. تسقى من عين آنية. دور وشك معايا. تسقى من عين آنية. تسقى من عين آنية. اسمع احمد. تسقى من عين آنية. احسنت. من عين آنية. تاني. تسقى من عين. ركز يا ركان ركان، ركز معاي. قول يا ابراهيم. تسقى من عين. لسه رايح تدور الوقت يا ابراهيم. آنية. صح وبطل لعب، سيب القلم. قول يا عزام. تسقى من عين آنية. تسقى من عين آنية. تسقى من عين آنية. تسقى من عين آنية. هذه مجموعة ممتازة. تسقى من عين آنية. أحسنت. تسقى من عين آنية. ما سمعت شيء. تسقى من عين. تسقى. تسقى من عين آنية. آنية. ركز يا فارس. أحسنتم. تسقى من عين آنية. تسقى من نار. من عين آنية. تسقى من عين آنية. أحسنت. تسقى من عين تسقى من عين آنية. لا، من عين آنية هنا إظهار، لا تقف على التنوين لأن جاي وراها همزة. من عين آنية. تسقى من عين آنية. أحسنت. آنية. آنية يعني شديدة الحرارة. ليس لهم طعام إلا من ضريع. أتعرف معنى، من يعرف معنى الضريع؟ لا، الضريع يعني ما عندهم طعام عشان يرضعوه. لا لا، الضريع الصديد الذي يطلع من والدم من النار، لما يتحرقوا بالنار يطلع منهم قيح صديد ودم وأشياء، هذا هو طعامهم، طعام أهل النار. الضريع اللي هو الصديد والدم الذي ينزف من جلودهم. ليس لهم طعام إلا من ضريع. لا يسمن ولا يغني من جوع. ليس لهم طعام إلا من ضريع. لا يسمن ولا يغني من جوع. يعني لو أكلوه ما يشبعوش، ولا يخليهم يكبروا، ولا يخليهم ينموا، لأن ما يشبع.
ليس لهم طعام إلا من ضريع. ليس لهم طعام إلا من ضريع. لا يسمن ولا يغني من جوع. من هؤلاء، المؤمنون أم الكفار؟ الكفار. طيب، أهل النار. يلا، من يستطيع أن يقرأ السبع آيات؟ تعال يا إبراهيم، تفضل يا إبراهيم، اتفضل. أعوذ بالله، من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث غاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من رضيع، لا يسمن ولا يغني من جوع. أحسنت يا شيخ إبراهيم، ممتاز. الآن مع الشيخ عبد العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ إذن خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. بارك الله فيك شيخ عبد العزيز الرويلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا عاد انتبه عشان هيقرأ. هل أتاك حديث غاشية؟ حديث الغاشية. وجوه يوم خاشعة، يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى آلية، ليس لهم طعام إلا ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. بارك الله فيك شيخ عامر. عبد العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله أحمد الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث غاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. أحسنت يا شيخ عبد العزيز. الشيخ عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عزام عيب كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث غاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، بارك الله فيك شيخ عبد الله التميمي. شيخ احمد الصدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتبه يا ابراهيم عشان تكتب. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ غاشعة، خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا
لا يسمن ولا يغني من جوع. بارك الله فيك من جوع. بارك الله فيك محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث قاسي؟ حديث ال حديث حديث الغاشية. حديث الغاشية. يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. لا أوف عليه. عاملة ناصبة. 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 نارا. أحمد. أحمد. تسقى من عين آنية ليس بارك الله فيك. انتبه يا احمد انت وركان. فواز استعد اعطيله. بسم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، هل اتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. بارك الله فيك. تعال يا فزير استعد يا فواز. ما ينفع تشرب الوقت يا احمد شويه دقيقتين كده. تفضل يا فزير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، هل اتاك حديث الغاشيه؟ وجوهي يومئذ خاشعة. خاشعة. اقرأ هنا. عاملة. عاملة ناصبة. يلا يا بطل هجي واقرأ. أهل تص. اسمع يا احمد. تسقى. تسقى من عين آنية ليس لهم. ليس لهم طعام الا ضريع يسمن يغني من جوع. لو انت قاعد منتبه ما كنتش هتقف كده. لو انت قاعد مركز مش هتقف كده. يلا اعوذ بالله. اعوذ بالله من الشيطان. تعال يا ابراهيم. تعال تعال يا احمد. تعال يا ركان. تعال يا فواز. مع بعض. يلا ابطال انتوا الاربعه مع بعض. ها يلا انتوا الاربعه جنب بعض. يلا ابراهيم خلاص. اعوذ بالله من الشيطان. وشك هنا. انزل للسبور. بسم الله الرحمن الرحيم، هل اتاك حديث الغاشيه؟ وجوه يومئذ خاشعه. 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 عامله. لا تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن. تعالى يا حمزة. لا يسمن ولا يغني من جوع. شكرا. تفضل يا حمزة. أعوذ بالله. أقعد إبراهيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله. امسك المية. الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. أقعد يا أحمد.
عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن من ولا يغني من جوع. بارك الله فيك. فارس قرأت؟ تعال. مالك دخل بهم؟ اجلس انت بس وانتبه معاي. أعوذ بالله من الشيطان. عزام. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث غاشية؟ وجوه. وجوه. توضع فواز. يومئذ. خاشية. 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 مد العين. عاملة. تن. عاملة. تن. عاملة. ناصبة. ناصبة. ها. تصلى. تصلى من. تصلى ايه؟ نارا. نارا حامية. ها. تسقى من عين آنية. ماشي يا ركان. ماشي يا أحمد. ها. ليس لهم. ليس لهم طعام إلا من ضريع. ضريع. لا. يسمن. لا يسمن. ولا يغني. ولا يغني. من جوع. من جوع. بارك الله.